Good morning. Ordering and comparing integers وده الدرس اللي احنا هناخده النهارده وده ليسون 2. هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم على الاوردرنج اند كومبيرنج. والاوردرنج اند كومبيرنج اللي هو الاسندنج والديسندنج وجريتر ذان وسمولر ذان، بس على الايه؟ الانتجرز نمبر. طبعا قبل ما اتكلم على الكلام ده كله لازم الاول درو ذا نمبر لاين، وبعدين ايه نشوف مين الجريتست ومين السمولست. درو ذا نمبر لاين ورايت 0 1 2 3 4 5 اند سو اون، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 اند سو اون. هنلاقي ان من الزيرو للبوزيتيف دايركشن هنا احنا بنمشي ascending order، يعني from the smallest to the greatest، يعني 0 less than 1 وال 1 less than 2 وال 2 less than 4 and so on. اما لو مشينا من الزيرو للنيجاتيف دايركشن فاحنا كده بنعمل ايه؟ from the greatest to the smallest اللي هو descending. descending يعني الزيرو greater than negative 1 والنيجاتيف 1 greater than negative 2 والنيجاتيف 3 greater than negative 4 and so on. لو بصينا هنلاقي ان البوزيتيف انتجرز جريتر ذان النيجاتيف انتجرز، يعني اي بوزيتيف نمبر جريتر ذان اني نيجاتيف نمبر. يعني لو عندي 4 ونيجاتيف 10 هلاقي ان ال 4 جريتر ذان النيجاتيف 10، وهلاقي كمان ان ال 0 جريتر ذان اني نيجاتيف انتجرز، ال 0 كمان بقى جريتر ذان اني نيجاتيف انتجرز، يعني 0 جريتر ذان النيجاتيف 1 وجريتر ذان النيجاتيف 2 وجريتر ذان اني نيجاتيف انتجرز. The smallest positive integers the smallest، يبقى the smallest positive integers is 1، اما the greatest negative integer is 0 is negative 1، يبقى the smallest positive integer 1 will greatest negative integer negative a 1، اما 0 neither positive nor negative is 0 neither positive nor negative. The smallest non-negative integers. مين the smallest non-negative integers؟ يعني smallest number يكون ايه؟ smallest ويكون مش negative. مين اللي smallest number مش negative؟ zero. طب the greatest non-positive integers. مين أكبر number بس مش positive برضو؟ مين؟ zero. يبقى اللي smallest negative وال greatest non-positive مين؟ zero. هنتكلم بقى ناخد example على greater than و smaller than or equal. بيقول لي يا ترى 3 ولا نيجاتيف 3 مين الجريتست فيهم؟ طبعا احنا لسه قايلين ان البوزيتيف انتجر جريتر ذان النيجاتيف، يبقى طبعا 3 بوزيتيف جريتر ذان نيجاتيف 3. طب ال 4 ولا 3؟ طبعا ال 4 طول عمرنا عارفينها. طب نيجاتيف 3 ولا نيجاتيف 4؟ برضه هقول نيجاتيف 3 لان احنا لسه قايلين ان ايه؟ النيجاتيف الجريتست هو السمولست والسمولست هو الجريتست، يعني نيجاتيف 3 جريتر ذان نيجاتيف 4. طب نيجاتيف 8 ولا 4؟ طبعا ال 4 لانها بوزيتيف. طب ابسوليوت نيجاتيف 13 ولا 8؟ طبعا هنحل الابسوليوت الاول اللي هي 13 اللي هو بنعمل كانسل النيجاتيف او دروب للنيجاتيف، هتبقى ايه؟ هتبقى 13. وطبعا 13 ولا 8؟ طبعا الاي 13 اكبر. طب ابسوليوت نيجاتيف 9 ماينس ابسوليوت 5 ولا ايه؟ ابسوليوت نيجاتيف 4. طبعا هنحل الابسوليوت الاول، ابسوليوت نيجاتيف 9 ب 9 ماينس ابسوليوت 5 ب 5 يبقى 9 ماينس 5 4، كمان ابسوليوت نيجاتيف 4 ب 4 يبقى الاي ايكوال. طب لو انا اتكلمت على الرينج اسندنج وديسندنج اوردر، هنتكلم على الاسندنج، وطبعا احنا عارفين الاسندنج ان هو from the smallest to the greatest، طبعا start with a the small number. مين the small number؟ قال لي عشان تختاري the small number يبقى لازم تبداي بالنيجاتيف، والنيجاتيف الجريتست عشان هي the smallest. يعني انا عندي 1 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 1 و 3. بيقول لي يلا ارينج اسندنج، يعني الاول هختار النيجاتيف 5 لان هي ليس نمبر، وبعديها نيجاتيف 1 وبعديها ال 1 وبعدين ال 3. طب لو اتكلم واقول عندي نيجاتيف 8 و 12 و 8 ونيجاتيف 15 اند 19، طبعا لو انا هعمل اسندنج فروم ذا سمولست تو ذا جريتست فطبعا هتكون مين السمولست؟ هتكون نيجاتيف 15 وبعدين نيجاتيف 8 وبعدين اتعيد بقى عشان انا في البوزيتيف تبقى 8 12 اند 19. arrange descending. هنا هنعمل arrange descending. descending يعني from the greatest to the smallest، يعني هنعمل arrange from the greatest. طبعا عشان اعمل greatest لازم ابدا بمين؟ بالبوزيتيف. طبعا مين البوزيتيف greatest؟ 7 وبعدين 0 وبعدين بقى اما اجي اعمل الجريتست في النيجاتيف هاخد السمولست هو الجريتست، يعني هاخد نيجاتيف 9 وبعدين نيجاتيف 15 يبقى 7 0 نيجاتيف 9 نيجاتيف 15. طب لو انا عندي نيجاتيف
2 ونيجاتيف 5 و3 و2 ونيجاتيف 7. لما اجي اعملهم ديسندنج زي ما قلنا هنبدا الاول بالبوزيتيف انتجرز وبعدين ايه ناخد النيجاتيف. طبعا مين الجريتست في البوزيتيف؟ ال3 وال2. وبعدين لما اجي اعمل النيجاتيف لازم اخد مين السمولست هو الجريتست، يعني نيجاتيف 2 نيجاتيف 5 اند نيجاتيف 7. before او previous طبعا كلنا عارفين before وطول عمرنا بناخدها، بس كنا بناخدها على natural number، عمرنا ما اشتغلناها على الـ integers. before يعني ايه؟ الـ smallest او الـ ايه او minus 1، يبقى before الـ smallest او minus 1. يعني لو قلت negative 9 مين before negative 9؟ يعني مين اللي less than negative 9 على طول؟ اللي هو negative 10. طب before 13 اللي هو 12. طب before 0 negative 1. طب before مثلا negative 3 negative 4. طب before negative 10 طبعا negative 11. يبقى before اللي هو مين اللي smallest او minus 1. طب لو قلنا next or after، after or next يعني greatest او plus 1. انا بالنسبة لنا بنقول على ال after اللي هو greatest او plus 1. طب 23 مين greater than 23؟ 24. طب لو قلت negative 8 مين greater than negative 8 او after negative 8 اللي هو negative 7. يعني احنا عارفين ان في negative بنعكس اللي هو greatest، طبعا negative 7 greater than negative 8. طب لو قلت 1 مين after 1 اللي هو 2. طب after negative 5 negative 4 وهكذا. يبقى after اللي هو greatest او plus 1 وال before هو smallest او minus 1. the set of integers greater than negative 2 mean the numbers ال greater than negative 2. طبعا greater than negative 2 negative 1 0 1 2 3 and so on اللي هو negative 1 و اهم شيء positive direction. طب the set of integers less than 0 مين ال less than 0؟ طبعا ال less than negative 1 و negative 2 و negative 3 اللي هو z negative. طب the set of integers greater than negative 4 and less than 2 طبعا دي معناها between، يبقى دي معناها between negative 4 and 2. mean the numbers between negative 4 and 2؟ طبعا negative 3 و negative 2 و negative 1 و 0 و 1. بنبتدي بقى نتعرف على الشكل بتاع ال question الجديد ده، ولو انه سهل جدا هو بس منظره بس كده يخوف، ولو انه هو سهل جدا. بيقول ان x هي set of x to x belongs to z وال a ال x دي sign a greater than or equal negative 3. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان x to x ال x دي element فين؟ في z. يبقى ال x دي element belongs to z وال x دي sign بص عليها. طب بص عليها ليه؟ عشان هي greatest، يبقى sign بص عليها عشان هي greatest. طب greater than مين؟ greater than negative 3. يبقى انا هنا في الحالة دي هاخد كل النمبر greater than negative 3 or equal negative 3. اما بلاقي or equal ما بتعملش اي حاجة غير ان هي بتاخد negative 3 معيها. يبقى or equal كل اللي انا هعمله ان انا هاخد النيجاتيف 3 معايا. طب بالنسبه لان الساين فاتحه بقها على الاي الاكس معناها ان الاكس جريتست. طب جريتر ذان نيجاتيف 3 اللي هو نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 و0 و1 اند سو اون. يبقى هاخد النيجاتيف 3 معايا عشان اور ايكوال، وهكمل كل الجريتست نيجاتيف 3 اللي هو نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 و0 و1 اند سو اون. طب اكس تو اكس equal a belongs to z. الx equal x to x belongs to z والx a less than or equal 6. يعني less than or equal 6 يعني sin a مخصمة x مخصمة عشان هي smallest. smaller than mean smaller than 6. طيب بيقول لي هنا كل اللي عليا ان انا هعمل ايه؟ هاخد كل النمبر اللي less than 6 عشان sin مخصمة الx. طب مين less than 6؟ طبعا 6 هاخد 6 معي عشان or equal، وال5 وال4 وال3 وال2 وال1 وستوب. طب ستوب ليه؟ قال لي عشان انتي belongs to z positive وال z positive ما فيهاش غير لحد 1. وبكده نبقى خلصنا الدرس وايه اللي هو ordering and comparing، ويا رب تكونوا فهمتوا ان شاء الله وباذن الله.